لو هنتكلم طبعا قبل ما نكمل حديثنا يا كابتن يسرى عن الاعداد وعن شروق وعن دعاء، عايزه منك تعليق على تاتيانا وعلى روحها اللي كانت موجوده في ارض الملعب، خاصه ان هي كانت متاثره نفسيا جدا بعد خساره جيم 2، وشايفين قد ايه هي فرحانه كانها يعني بقى لها مع الاهلي سنين وسنين. الحقيقه نجاح تاتيانا من بيحسب لاختيار كابتن ابراهيم فخر الدين من بدايه، يعني هو جايب اكيد تعرض عليه من لعيبات محترفات كتير، فاختياره كان عند محله فعلا. تاتيانا لعبت في الدوري الياباني، الدوري الايطالي، دوري مونتينيجو، لعبت في الدوري الفرنسي واخذت احسن ضريبه في الدوري الفرنسي، فالحقيقه هي اضافه قويه جدا لفريق النادي الاهلي. هي مش صعب جدا على اي لعيب يخش فرقه جديده ويكون بالروح والاداء اللي هي بتادي بيه ده، فهي تحس ان هي اهلاويه مصريه، واتمناها يا رب زي ما هي قالت ان هي حققت بطولتين، هي وعدت باربع بطولات وان شاء الله في بطوله قادمه والبطوله اللي بعديها. تمام، قبل ما نستكمل حديثنا طبعا الحقيقه ان زي ما كنا لسه بنتكلم عن مجلس الاداره وعن جهود مجلس الاداره